مش عايزه الصبره الكاسه دي. ليه مش عايزاها ليه كده؟ عشان انا بتكلم معاها وهي بتكلم معايا. لا ما بتتكلمش معاها كده، هي بتقول الكلام اللي انت بتقوليه. شغلها كده جرب. ايه؟ شغلها كده جرب. شغلها جرب؟ يعني انا لو كلمتها هترد عليا؟ طبعا. طب ثواني هشغلها اشوفها بتشتغل ازاي. بس لو ما اتكلمتش معايا اعمل معاك ايه؟ تضربني. حاضر. استنى. السلام عليكم. ايه ده؟ دي بتتكلم كوكي؟ نعم يا بابا. انا جبت لك بيبسي اللي انت بتحبيه وجبت لي انا سيفن. انا مش عايزه بيبسي، انا عايزه فيسن. عايزه ايه؟ فيسن. فيسن؟ فيسن. لا طالما قلت فيسن مش عارفه تقوليه يبقى تجيبيه. خدي البيبسي بقى. لا عايزه فيسن. يا بنت ما اسموش فيسن. لا اسمه فيسن. اسمه سيفن. لا فيسن. طب قولي ورايا سيفن. 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 شفت قلتيه صح ازاي؟ اسمه ايه بقى؟ فيسن. فيسن برضو؟ اطلع بره. بص يا بابا بقى، انا النهارده هعمل لك ميكس. مش انت بتحب الشاي؟ وانا بحب الاندومي. النهارده هعمل اندومي بالشاي. اندومي بالشاي؟ ازاي اندومي بالشاي يعني؟ عادي، هنعمل شاي بعد كده نحط عليه اندومي. يعني انت دقتيه؟ لا ده من دماغي بقى. ايه ده؟ دلوقتي هنمسك الفشاش ونفشش كتير. فشاش؟ ده اسمه ايه؟ هو ده الفشاش؟ ده فشاشك دلوقتي. دلوقتي هنحط معلقتين سكر. لا تلاتة. بتزودي انت من عندك سكر؟ وده ينفع تحط عليه سكر؟ طبعا. دلوقتي هنحط معلقتين شاي. معلقتين شاي؟ دلوقتي هنصب المية السخنة على الخلطة الجميلة بتاعتي. بالراحة. طيب بالراحة. عارفة لو طلع وحش عارفة هعمل فيكي ايه؟ اعبيه هنا يعني؟ اعبيه. طب يلا عبيه بالراحة. ايوه بس. بصوا بقى، انا عايزكم كلكم تجيبوا الصوصه دي. شايفين الصوصه دي؟ الصوصه دي بتمرن كده عضلات جامد كده. بس ايه، في تمرينه انا لازم اتمرنها، يعني لازم يكون حد قدام منك. فانا هخلي جولي تمسكها قدام مني وهوريكم ايه انا بتمرن بيها ازاي. شدي جامد، خليكي قويه زي بابا. بصوا يا جماعه، هي تشد جامد كده وانا اقوم شادد مره. يخرب بيتك. بص يا بابا جبت لك ايه. ايه ده؟ ماسك. ماسك؟ لا انا ما بحبش الحاجات دي. لا هيعجبك، ده ماسك ذهبي عشان وشك يلمع كده يكون حلو. يعني حاجه حلوه يعني؟ طيب شكرا يا جوجو. يلا إيه عشان احط لك. لا مش دلوقتي. مش لا دلوقتي. لازم تحطي لي دلوقتي يعني عشان جبته لي؟ ماشي حطي لي. بص الدهبي اهو. حلو. خلاص هتزليني عشان دهبي. هتزليني؟ دهبي جامد. ايه ده؟ يا نهار اسود، بهدلتيني والله. ولا باين دهبي ولا باين نيله يعني. ايه ده تحفه. ايه اللي تحفه؟ عيني. بابا والنبي خد افتح لي الدهبي ده. الدهبي شوكولاته؟ طب انا هطلب منك طلب. هفتحه لك بقى يعني، بس انت ايه تدوقيني عشان انا بحب الشوكولاته ده. ماشي. اهو سهل اهو. شاطر. سهل. شاطر. اهو. اجيب المعلقه؟ هات المعلقه بقى عشان انا ادوق. ماشي؟ ماشي. هاتش ادوق. انا ادوق. لا ده ادوق. طب انت ماشي بالراحه. دوقيني بس، احطي لي حته كبيره ما تحطليش حته صغيره زي ما يعني انت بخيله. هتحط ايه ده بقى؟ قمر. انت كده دوقتني يا بابا. يا بابا نزلت من الدبان، كل ما ارش يجي اكتر. كل ما ترش يجي اكتر؟ ليه انت بترش؟ انت بترش من البتاع ده؟ ايوه. انت عارفه ايه ده؟ ايه ده معطر يا ماما. ايوه ما نعرف ان هو ريحته حلوه وجميل، بس اعرف كمان ان هو بيموت الدبان. لا ده ما بيموتش الدبان، ده معطر عشان يخلي ريحه المكان حلوه وريحه الشقه حلوه. عشان كده انا عماله اقول الدبان بيكتر ليه. ايوه شفت، الدبان بيحب الريحه الحلوه، فانت بترشي بيجيب دبان اكتر. بابا هو ليه انت ما تحطش جيلي في الحمام؟ ليه بحط الجيلي في الحمام؟ كده عشان ده انا لما باخد دش ولا حاجه بحط على شعري وانا نازل. انا اصلا باكله. انت ايه؟ باكله. انت بتاكلي الجيلي بتاعي؟ اللي بحطه في شعري؟ ده ما بيتاكلش. بحسبه ولا اكل؟ تحسبي لي الاكل؟ افتحي بقك كده. يا نهار اسود، شفت جبت لكم حاجه جديده. يا ايه يا ايه؟ ما توريني. بص لا اما ادوقها الاول ما تقولوش يا دي جميله، ده عامله زي الجيلي كلها بس حاجه جديده كده وجميله. قبل ما اجيب لكم حاجات غريبه لازم تدوقوها. لا شكلها وحش. ما تقولوش طب انا اقول لكم على حاجه، لو عجبتكم هديكم كل واحده 10 جنيه. ماشي. انا هدوقها لكم. انت الزرقاء دي وانت الزرقاء دي برضه. ايه رايكم؟ حلوه قوي. شفتوا طعمها حلو ازاي؟ عشان تعرفوا ان انا بجيب لكم حاجات حلوه مش زي ماما، بجيب لكم حاجات طعمها حلو. اقول لك على حاجه،
انت خدي 50. الله. وانت خدي 100. تعرفوا بقى ان انا مش زي ماما، ما بجيب لكمش حاجات وحشه، بجيب لكم حاجات جديده. يا ولاد اللذينة. هو انت زي ابوه بتاكل البطيخه كلها على بق واحد كده؟ يا بابا ايه ده؟ ايه اللي عمل فيكي كده يا جوجو؟ بص يا بابا، كنت نايمه فوقيت على السرير، صحيت لقيت نفسي كده. وقعتي من على السرير؟ يا عيني يا جوجو. الف سلام عليك يا جوجو. كانت هتعضك. ايوه يا بنتي، ما بوقها بقت في قرارها. يا بنت حاسبي كارما. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ في ايه يا بنتي؟ ده انت بوقك بقى فوق وعينيكي بقت تحت. مش انا قمر؟ قمر ايه؟ بقول لك عينيكي. انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ يا كوكي. نعم يا جدو. هسألك سؤال يا كوكي، ماشي؟ ماشي. انت ايه، بتحبيني انا ولا بتحبي الست دي؟ لا بحبك انت. بتحبيني، انا عارف انت بتحبيني. طب انت مش بتحبيها ليه بقى؟ عشان بتسرق توكي. تسرق توكي؟ رجع لها التوك. بس يا حبيبي بطل دوشه يا حبيبي. يا حبيبي بطل دوشه، ما اخوك قاعد ساكت اهو ما بيعملش حاجه. برضو بس ايه ده؟ في ايه؟ ما انت كنت كويس خلاص، كنت كويسين خلاص. في ايه انتوا كده؟